إن كنت من قاطني حي مصر الجديدة أو لم تكن، فحتما مرت قدماك أمام هذا القصر، تحفة فنية معمارية تعود لبدايات القرن الماضي. كان المليونير البلجيكي إدوارد ديمبان هو صاحب فكرة تأسيس هذا القصر، فشيد في الفترة ما بين 1907 و1911، واليوم وبعد أعمال ترميم استغرقت نحو عامين، فتح القصر أبوابه أمام الزوار ليروي لهم تاريخ واحد من أعرق أحياء القاهرة، حي هليوبلس. لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية في عملية التباعد، زي ما حضرتك ممكن نتجول بالكاميرا بعد كده ونشوف كل اللي داخل لازم يكون داخل بكمامة، في سانيتايزرز على المداخل، في ملصقات على الأرض عشان نضمن عملية التباعد بين الزائر وآخر. الكلام ده كله الحمد لله وزارة السياحة والآثار اتخذته للحفاظ على صحة الزائرين والعاملين بالقصر. بكل ما هو متعلق بتاريخ هذا القصر، هو جزء أيضا أصيل، جزء ما هو متعلق بإنشاء مصر الجديدة وحتى المرافق اللي كانت موجودة في مصر الجديدة ومعالم مصر الجديدة. كويس، مدينة هليوبوليس تحفة معمارية تأخذك بتلك الرسوم المنقوشة على جدرانها في رحلة إلى الماضي. طابقان وعدة غرف تزين جدرانها لوح وصور ووثائق، فضلا عن عروض لأفلام وثائقية تخبرك عن طبيعة الحياة آنذاك، وكأنك تنتقل عبر آلة زمن إلى شوارع مصر الجديدة قديما، ما جذب عشرات الزائرين من أهل هذا الحي وأحياء أخرى. سعداء جدا جدا بالترميم، سعداء جدا نشوف قصر البارون إنه رجع للحياة من تاني. فترات كتيرة جدا جدا سابقة شفناه مهجور، النهاردة بنشوفه أحد معالم القاهرة الحديثة. لبست الماسك وطهرت إيدي قبل ما أطلع، وطلعنا زرنا كل حاجة فيه لغاية السطح فوق يعني. أما هنا فنقاشات فنية أخرى مع رؤية لشوارع مصر الجديدة المختلفة من أعلى القصر. فبعد سنوات من الإهمال والتخريب لهذا القصر، تحول إلى متحف يجذب الكثيرين بجمال تصميمه، ليتسابقوا اليوم لأخذ لقطات تذكارية بداخله، ما يؤكد عراقة هذا القصر الذي لطالما حلم الجميع بالتسلل إلى أروقته. علا حجازي، تن تي في.